بس انت تدعي للقلوانيت الحراميه يقضونهم. ايش قد من بعد نزلكونا روح؟ ما ادري والله، قال واقفين على الطريق. بس مع الاسف ما كانت مكتوب للعمر. الله يعطيكم الصبر. هو اللي ضمنك وخلالك سند؟ ها؟ ايه. بس حافظ يدري شلون يقول لامه. هي موته. انا لله وانا اليه راجعون. اول تالي تدري انبهنا من قيم العليح الليله بعيونه مطر. وش تعطيني ابوي وصلة الفضيله؟ هو طلب مني اسوي له بطاقه. بغير حياتك. كل احنا في هذا المسير، ولا تنسى ترى الموت هو بدايه. انت شنت ابو الوعد يا ابو حافظ؟ خليها براحتها. سلام. ويا حياتي. الله يعطيك الصحة. انت هاله؟ انا هاله. رايح مسوي بطاقة لابوي تتهدي اعضاء. على كيفك. شنو الحكي؟ تسمع؟ ابتدوا بالعرايش والطلايق. على كل حال اذا قرار هاي البطاقه توصل مرحله التنفيذ تريد بعض اجراءات قانونيه وحسب الظاهر تمام التفريم بيناتكم. بلى دكتور متفقين. جت محريه على الورث كله. وهسه ابوي من مات تريد تاجرين بعضها؟ Thank you.
الله يرحمك أبو جليل. اندعي لي عند الله، قل له خلي يلتفتني ويعاين حالي. هاي السنين كلها تعدت، أنا كنت أحارب الحياة بكل مشاكلها. راحن أيام إجن أيام، أنا يوميا أكرر ويا نفسي أنت مرة قوية مو محتاجة أحد، أنت تقدرين توقفين على رجلك، أنت قدها. ما أدري صدق صرت قوية، وهاي المدة كنت أكذب على روحي، بس تريد الصدق؟ هيا ست تعبت، ما أدري شو أسوي، الوانية كانت نافعتني ساتر علي، كنت اطلع منها لقمة خبز راحت من ايدي. بس الله كريم، الله كريم، ما راح تظل الدنيا هيجي. هذا الاكل زين. طيب على كيفك، اسوي لك راح يطير، لا تختنق. انا من شوف البصل والدغوس ما بي على روحي. العافيه موتني. ليش ما تاكل؟ ما اشتهي، مالي نفس، فكر مشوش ومو صافي. احط لك كانتين هي عن قلبك. كف كف، اكل هاي من ايدي. قلت لك ما اشتهي. اقول لك اخذ اكل، لا ترد ايدي. اكل اكل كذا شوية دغوس، يلا اكل. يبتع القلب، آه من القلب، آه أنا من الألم أضحك بس قلبي مجروح، والناس تشوف البسمة على وجهي وأنا من داخل مجروح. الله أحسنت. هو أنت أهل الشعر يكون يدرون بيك؟ شاء من زمان باقوك. أنا مو شاعر بس اقول احساسي بكلمات، يعني اطبخ. ما شاء الله يخوش احاسيس. هاج ليل قمت شبعت، هذا مو اكلك. ها بس انت ما وصيك، كل شي تضل كنسة كنس. وين دريت؟ وانا حافظك حفظ، بس اذا من بعد ساعة شبعت شيل الصماط. هاي اللي عرفناه، ما وانا خدام اشيل الصماط. اكل اكل انا اشيله. الله اكبر، يعني هاي اللذة الاكل كلها يخربونها بشيلة الصماط. والله انا حتى بعد مرمزت ما اشتي اكل. والله Thank you.
من يوم وهو طفل أنا أفكر بمستقبله. ولدنا صار مخترع، بس ناقصة مرة بنت حلال تستاهله ويستاهلها. بس ما حد يدري أنا شنو تحملت كل هاي السنين. الو، شلون؟ شوكت؟ شوكت قصام؟ تاخذ سودان؟ انت تسامون انتم؟ طيب حظا حظكم؟ شنو هاي بابا؟ هسه مو وقت ضحك، راح الموقف. ليش؟ من انت الضحك ممنوع بهالبيت؟ مو ممنوع، ما حد يقدر يمنعك من الضحك، لكن هسه مو وقتها. شويه راعي الظروف، جدك متوفي، احنا صاحبين عزا. يعني اذا ما ضحكت يدي راح يرجع عدل؟ سنه زمان هو بغيبوبه، فرقه ويا الميت شنو؟ طيب طيب، انت شاب وهسه منفعل، انا ربيتك تربيه صحيحه، لكن اريدك تميز بين الصح والغلط. خلاص ما راح اضحك بهالبيت، انا اروح لغرفتي احسن لي. اتفضل اخذ راحتك، بس اريدك تفكر بالموضوع زين. سامحيني وما ترى حليم ما عنده قصد. سويت إجراءات القانونية للتبرع؟ إي ما كل الإجراءات القانونية سويتها ووقعت كل الأوراق اللازمة. قالوا لي باكر الظهر تقدر تجي تستلم جثمان الوالد. خبرت خوانك؟ هي اتصلت على سراج وأنور. أنور بالطريق، قاعد يجي بعد شوي يوصل. إنزين خبر عمامك، كلهم يجون بسرعة حدي حاجة وياهم. إن شاء الله خدمتك يما، هسا اتصل عليهم. يا يما
هالة لحمة من طاحت. يما يما عيني ايش صار بيش يما؟ ضغطش نزل؟ صارت بيش دوخة؟ ها خير لحقي بيها فد شي حالي. هسه هسه رد يما حبيبتي لا تسوين بروحك هيك ما هو زين. يلا ايش صار بيك هاله؟ انت هاي يوم ما مات لي شيء. هسه قل هاله تسوي لي شيء. انت روحي حيرتش انا هسه ودش. هاله؟ السلام عليكم. شلون صحتكم؟ انا صار لي فتره ما جيت الهواز، حضرتك مال هنا؟ اكيد ما مال هنا يا جماعه. انوار ما تشوف الريال ما يرد عليك اسكت بعد عوفه. خليني اتعرف على الريال ما يشوف ان نظاراته وهو كتابه مبين من نظاراته يفتهم ومثقف ويقرا كتاب وانا ادري شنو بالكتاب. شنو من روايه الكتاب؟ قصه سالتيني هاي القصه بها بطل ياخذ سياره يروح ينقلب. ما ادري ليش كل قصه بها واحد بطل ينقلب سيارته، بس هذا البطل اذا ما عنده سياره وياخذ تاكسي، شنو اذا مو بتاكسي؟ شنو 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 يمتى الفت هاي القصص كلها؟ انا ادري انا ادري كتاب قراءة الكتاب تعجبني لأنه المثقف من يقرأ كتاب والشخص من الكتاب ينفتح على العالم مو يظاهر بس ويمثل يأثر على أسلوبه القراءة. أنور خليك كشخة ولا تزعج الناس. والله أنت كشخة كافي علينا بعد. أكيد أنا كشخة. أي نعم أي كافي وصلن. بعد كافي وصلن الحقائب وصلن خلاص يلا بس شيت بعد كافي وصلن. خليك كشخة وصلن الحقائب احنا ناخذن ونروح من جازتك. روحي بالحقائب راح الريال راح. تدري شنو لو يدري انت اليوم تي هنا وتالف له هيك قصه والثوله كان ما هي للمطار. يا ابا خلينا نتعرف على الوادي بقرر ناخذ جناطينا ونمشي خلينا ناخذ حقائب ونروح. طلعت روحي هسه هاي غراض جايبتهن هم ظل شي بالبيت ما يبتي وياك. هو هسه انا شبت جبت بس اغراض من اللي محتاجينها. لا والله شبت انا قلبي انكسر على الثلاجه والتلفزيون غسالة ليش ما يبتيهن عباره شايلين. كشخه يا عمري. يا بنت السالفه جديده. لحظه وين حقيبتك؟ هاي هي هاي هي. اشوه بناي نسيتها. لا شلون انساها؟ هلو هلو هاي يا يا I'm just arrived to Ahbaz Airport. Yeah I'm looking for a hotel. Yeah no 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 See you tomorrow. See you tomorrow at the meeting. Bye. Bye. ما ادري بي والله انا كنت ساعه زمان احاكي بس شوفي هنا ويحكي بلغه الام. Excusez moi. Bonsoir. Pouvez-vous parler français? No, just English. Pouvez-vous parler anglais? Yes, English. So you can speak English? Yes. Can you speak English? Yes, I can. يلعذب بالحبل. What's that? It's a joke, man. Oh, it's a joke. I know. Yes. I read about you people of Ahbaz. You're so funny, cute, hospitable and friendly. Thank you. Thank you very much. So you're from France? Yes, I am. Hmm. Ousmane Dembélé. No, I am Makelele. Really? Yeah. Makelele. Got you, man. No, I'm not. Funny man. By the way, I was wondering if you could help me. How can I help you? I'm looking for a hotel that has everything in it. A nice hotel. Yes, sure. We have a hotel with all the facility. Really? Yes. So, give me the address, please. Sorry, the hotel is still under construction. Under construction? Don't worry. What? The cab drivers will help you to find a good hotel. The cab drivers? Yes, yes. Thank you very much. So, thank you indeed. You're welcome, you're welcome. Anwar, شي يقول لك شراد منك ساعة زمان اقول لك انور انور ما ترد علي. يبا قاعد احاكي الريال يسالني يقول اريد فندق اريد هوتيل انا قلت له هوتيل عندنا موجود نعم. احنا عندنا هوتيل؟ ايه منين؟ مو قاعد نبني بالهوتيل؟ اوووو موت يا حمار لمن ما يكل ربيع منين هوتيل؟ بعد ما ادري المهم قلت له حتى السواق يدلونك المسكين راح يدور عليه هوتيل.
ما اريد نمشي احنا كلش نقعد هنا ناخذ الحقائب شلون؟ هسه شوفي شوفي هاي الحقائب اللي جايبتنا ايش كثر انطاحن عليش بالنهايه، خل نروح نشوف لنا الساف وانيت وناخذ نمشي. ناخذ بالنساف، مو عيب علينا بالنساف ناخذهم؟ بعد شو نسوي؟ ما شاء الله لا حلو متطور مزودين المطار تريكات وصوت زبالة الحين صاير تطور يقول لك المطار مقدمة الدير لا المطار ليش تطور يعني الديرة مطار السلام عليكم. عليكم السلام. شلون صحتكم؟ اهلا وسهلا. طيب ان شاء الله. بالخدمه. العفو اخوي هنا عندكم وانيت؟ عندك طابوق؟ لا عندي رمل، طابوق ايش؟ ما اشوف عندي جنطات اذا داخلهم. ما عندنا. وهاي السيارة ماشية؟ لا ماشية. مشكور يا طيب. اهلا وسهلا. في امان الله. أجل. طال عمرك. مع السلامة. سلام عليكم واحد واحد صوت يوصل حلو حلو الليلة أرد أطبخ لكم طبخة تاكلون صابحكم لا 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 غش مريض ما حد يأكل صابحة لا 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 الطبخة لذيذة مش تقدرون تخلوني لوحدي إيه صوت الناس ضعيفة بس لا تنسوني بالقليبات هاك وين القليبات الحمر تلب 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 ايه تودوني من هذا القليبات وانا واعدكم الطبخة الليلة كلش لذيذة ايه خوش بلا شوف شريد ما ادري اسمك شنو هي وايد صعب خلينا نفتهم بالله طماطة عندنا ايه احبائي اسم هاي الاكلة سوزولوم اكلة تركية ظلوا معانا باللايف ظلوا معانا الو السلام عليكم سيد تمدن انا ام حافظ زوجة مرحوم وبحى الله يسلمك شكرا كم ساعة قبل اعطاكم سيد تمدن أنا لازم أشوفك نعم بأسرع وقت تكون أشوفك سيد تمدن كنت تغير الوصية نعم أنا راح أجي شكرا
شلون قضوهم؟ لو ادري شلون قضوهم. ايش قد قلت لهم ديروا بالكم اتباهوا. هاي تاليتها، هي هاي تاليتها، بلوني وبلو نفسهم. بس لا تالي، بس لا تالي، يذبوني ويريروني وياهم. لا 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 ما يسوونها، ما افتكر يقولون لا. والله هاي مو بعيدة عنهم. هسه شو اسوي؟ حسام فكر شوية، ركز، لا تصير خريدة. آخ كلها منك حسام، هاي شغلاتك وهاي خرابيطك، لو ما انت. والله ما ادري ربو شو اسوي. هسه انا لو ما اخذ حكي سهام، ايش قد قلت لي، ايش قد سولفت وياي، لو ما اخذ حكيها وعايف هاي الخرابيط وهاي البلاوي كلها، ومتزوج هاله، اي هاي الخبله، والله ماكو خبل الا انت وداك. در سال تولید و اشتغال با همکاری سازمان میراث فرهنگی و بخش خصوصی، هتل بزرگ اهوازیان در اهواز به زودی افتتاح می شود. هتل بزرگ اهوازیان یکی از بزرگترین هتل های جنوب و جنوب غربی کشور است که تحول عظیمی را در منطقه به دنبال دارد. این هتل شامل مجموعه های متنوعی از جمله بازار تجاری، سالن بولینگ و بیلیارد، سالن همایش و اجتماعات، پارکینگ اختصاصی، کافی شاپ، لابی مجلل و شیک، رستوران های سنتی و ایرانی روباز، باشگاه ورزشی و بدنسازی و سیستم اسپا می باشد. هتل بزرگ اهوازیان شامل 400 عدد تخت خواب در انواع اتاق های دو تخته، سه تخته و سویت های یک خوابه و دو خوابه می باشد. این هتل 5 ستاره در راستای رسالت اشتغال زایی موجب اشتغال 250 نفر به صورت مستقیم و 550 نفر به صورت غیر مستقیم می شود و در آستانه بهره برداری می باشد. هتل 5 ستاره بزرگ اهوازیان. ايه هاي الخبلة، والله ماكو خبل الا انت وداك. ايه وارتبوها، ولك راح يعيشك الدنيا كلها، راح يعيشك حياتك كلها، سليمة شمالك. ايه تسوى، تسوى خبلة خبلة، مو مشكلة اتحملها، بس خاطر ورثها وارتبوها. حسام تعال لنفسك شوية شمالك. اخ شو اسوي ربي؟ هي ابوك البطران وانا ضيمي كله من ورا ابوك. ايش رايح له؟ 24 ساعه يفتر برا، يله ساعه هنا ويرجع. انا دايخه ثايله من وراك من ورا سوالفك دي. بسك بسك بسك، ما صارت هاي. شنو هاي؟ مش خيرك وقال لها ايش قد ما تريد العب. خش خش اطفي صوت، اطفي صوت، اذا حكي تليفون. الو سلام سهام، شلونك؟ انا كم مره موصيتك اذا عندك شغل وياك اول شيء دز لي رساله. شلون بالله تاليتها وياك؟ ما قدرت، ضروري لازم اتصل بيك. طب ما عندك سالفه غير سالفه الفلوس، اكيد فلوسك مخلصات. لا فلوسي ما خلصن، لازم اشوف السهام. قولي انت وين؟ انا ما اقدر باكري، ملتهيه، عم متوفى. يا عم بعد يا عم، كم عم عندي انا؟ ابو منير، ابو منير متوفي. موضوع مهم عندي وياك ولازم اشوفك، اقول لك من قريب. انت خو ما تفهمني ايش اقول، اقول لك ما اقدر علي العتب خو، مو لازم اروح اراوي روحي، ما يصير، قلتي بس بسوالفك وبس. اريدك زوجيني هالة. هسه صار الحكي.
زين خليها علي، انا اتصل لك بعدين. شوينك؟ صار بيك؟ مكتب، كراسي، مكيف، مصخم ويهمن. هذا الويه ويه مكيف؟ إنجاز جديد يا منير، إنجاز جديد. والله ما شفت إنجازات أنا، وين هالإنجازات؟ هنشوفهن. أنا يسموني جابر، المحقق جابر. بوما محقق جابر. يلا جابر، هاي منجازات. طوع تحقق. شوف، تعرف رونالدو منو؟ لا ما اعرف. اعطيك صورة. هذا هو استاذ رونالدو. عرفته؟ رونالدو. شوف اقرع، تدري ليش؟ ليش؟ لأنه كظو هذا يأخذونه العسكرية دقيقة 90. ابن أخوه اتصل علي. ألو؟ نعم تفضل. قال لي أنا جاسم ابن أخو رونالدو. ياو ياو. جاسم ابن أخو رونالدو. ابن أخو رونالدو؟ ولك هاي شلون يصير؟ نعم. يلا فوت فوت. يا استاذ منير، وصلت لهم وشفت لك رونالدو قاعد يحلقون بشعره. نعم تبناك. ليش شعره نص ونص؟ ليش؟ لان انا وصلت دقيقه 90. بس هنا وقدراتك ولك تلعب علي. رونالدو وانجازات وشعر وقصه، كل هذن الانجازات تقول لي ما عندي انجازات؟ ولك يا انجازات توقيع واحد ما قدرت تجيب لي. ابوي مات الله يرحمه. شوف جابر، تشوف لي خطه ثانيه. لازم نوصل للورث. حطها براسك، ترى شراي الفندق منتظر كل ساعة يتصل بيه. عندي خطة ما إلها مثيل، بس حط بالك وياي. وأنا حط بالي وياك، وقعت بهاي الوقعة. يلا قول. عان عان، ايش قد خوث هذا؟ شلون شايل الفراش؟ ولك انت طالع عليه من بلكت واحد طالع علي. يما 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 تعال، وين رحتي؟ يا واش يا واش، تعال عاونيني. شوف 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 شلون ماخذهن كلهن. هاي وحده وحده شاخذيتهن. عيني يما، اوقف اوقف، خليهن خليهن هنا، خليهن خليهن. كض هذا كض هذا، كض 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 كض. انا اسوي لك هذا. شيلها 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 منها شيلها منها. كل شيء ولا خاتم جليل. هساني بس قلوا له وين الدري. ما يرد تنزل عيني، ما يرد. لا شاكر عدل وتشيلي ابويا. ولك جليل افرش الدوشه خلنا احول. هذا هم كضه الجو، تفضلي. كضه قدام. والله يما كان نمتوا حدر هسه. ها يما شوي دشتم هوا. والله خوش براحتك يما. يلا الذبل وحول. ولك لا تخلي خالتي واقفه هاك. انت ما يريد تحول، انا اقطفن عليك. كفو
كفو بشاكر النشمي. كف كف ما قبول من اول اقطف طف حلو المن دبيتها ما قبول من اول اقطف ما شمرك ما تعرف تقطف انت لا درسك وين راح درسك هذا عودك مخترع ما تعرف تقطف شنو انا دارس قطف مخاد يلا ما طولني محتار اقطف اقطف يمه بالله قيل لي شيء هذا شاكر لا تلوح هذا مخترعنا لازم مخه يرتاح عيني هو مخده ما قدر يقطف شنو من مخترع هذا الله الله شوف حارس المرمى رضا داودي الرفيش من الرفيش شوف شلون يمسك الكورة بايدي المكسورة الله دب على يدوشك هسه تعالي امه روح خذها بني خل انطيك انا هذا من ابوي ميت أبو حليم يا عديث بعمي اشتطبني أهلا وسهلا عمي أبو رحم ما أخذ الحكي وراح من ديالة يا أخوي والله واسف عليك لا تشيلين هم يا محافظ شو أسوي أطلع من البيت هيمن أبو حليم افتح الباب والله كريم بس هلا أبو اليوم ما في المستشفى ضربتك راشدي يا يا ابو يا ابو عمرو مثل والدي وليدي يهوس حي الله صديق جديد عيب زحمه سامحوني ترى انا كل شيء ما افتهمت اطلع الصاله جوا اوه انت خام بس نادر علي لا يجي احسن كات در سال تولید و اشتغال با همکاری سازمان